من مشكلة تطرأ في حياتكم إلا وقلتم ماذا تقول المرجعية؟ إذا كانت المرجعية فاشلة في تخصصها، إذا كان المرجع عاجزا عن أن يتكلم بشكل صحيح، إذا كان المرجع عاجزا عن أن يوضح لنا عقائده بالشكل الكامل الواضح، فكيف يتوقع من أن يكون ناجحا في المجالات الأخرى؟ لا شأن لي به، أكان عاجزا فاشلا ناجحا فليكن ما يكون، ولكن لا تتوقعوا من جهات كهذه الجهات أن تكون سببا في نجاتكم عند موتكم. سمعتوا ايش قال؟ هذا الكلام الصحيح، صدق وهو من الكاذبين، هذا الكلام الصحيح. مرجعيتكم، والله من دمرتكم مرجعيتكم، ومن سلمتكم للفاسدين مرجعيتكم، ومن سلطت هؤلاء السفلة ومنحلين خلقيا والمجرمين والزنادق الإرهابيين من الميليشيات والأحزاب على رقابكم لنهب الدولة وذلكم هي المرجعية. المرجعية التي لا تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تزكي ولا وليس لهم أي نشاطات تذكر على سطح الأرض، فقط المرجعية المباركة، المرجعية الرشيدة. سمعتوه يتكلم، سمعتوه يحكي، يصلي، يطربق، يسوي أي حركة أكشن، نعرف أنه موجود أكشن، ماكو. وتبقون في هذا الذل وهذه المهانة وهذا العوز في أغنى بلد عربي بالوجود، أغنى بلد عربي الآن موجود هو العراق، اللي المفروض كل مواطن يملك ما يملك من الثروات لأن بلده غني ويساعد أنه ينطيه، لكن الأحزاب الفاسدة والميليشيات بأمرة المرجعية اللي ذلتكم وأهانتكم وغسلت أدمغتكم، وأنتم تستاهلون لأن الله عز وجل توعد من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، وهذه عقوبة من الله عز وجل على شرككم وكفركم بالله عز وجل وسبكم لزوجات رسول الله وصحابة رسول الله واعتقادكم بتحريف القرآن. تحياتي لكم يا عبيد المرجعية.